بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، التواصل يستمر في هذه الأمسية الرياضية المتميزة على أرضية ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في تحديات هذه الليلة مع الحول والزمول. على بركة الله وتوفيقه ننطلق مع تنافس جديد، الشوط العاشر الذي أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، المخصص لانطلاقة الحول المهجنات الأصايل. نذهب إلى المقدمة ونتابع المركز الأول، لنتابع العشر المراكز الأولى على مقدمة الشوط. هنا تقدمت الشلفة على المركز الأول بشعار عامر بن علي بن عامر المري الذي يقدم الشلفة على المركز الأول، بينما في المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات القادمة بكل قوة شرف حمد بن راشد بن ناصر الخلي يقدم شرف على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هنا القادمة في هذه اللحظات القادم العفريت سالم بن سهيل بن الخيرات العامري ياتينا باسم العفريت. وهنا نقلتنا التالية إلى المركز الرابع لنجد الوصول من نيوم بالشعار الهلالي. هنا ياتينا على ظهر نيوم موسى بن عبد العزيز الموسى الذي يطلق لنا نيوم على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات القادمة هنا المنطلقة جمهرة عبد الله بن حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي يقدم لنا انطلاقة جمهرة على المركز الخامس، بينما في المركز السادس هناك الوصول بانطلاقة وتحديات ناصية محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يقدم ناصية على المركز السادس. لهنا تعلن عن حضور شعار الصعب بهذا الأداء، بينما في المركز السابع هنا الوصول في هذه اللحظات القادمة بكل قوة طموح مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي ياتينا بانطلاقة طموح. الكل طموح لليل الانتصار دائما في تحديات هذه الرياضة، بينما هناك التقدم من شعار المجازف ياتينا بانطلاقة وتحديات الشايبة. هنا مع الشايبة على المركز التاسع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يطلق لنا الشايبة. المركز العاشر هنا تقدمت في هذه اللحظات المتقدمة مقام عوض بن عبد الله بالكيلة العامري يطلق ويعلن عن حضور مقام بوجودها مع المركز العاشر. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى المسموح والمصرح لها بالاذاعه دائما في تحديات هذه الانطلاقات. عوده من جديد الى المركز الاول، الى اين الانطلاق؟ الى وين المنافسه ستذهب مع ناموس هذا الشوط؟ المركز الاول الشلفه 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 تنطلق بمقدمه الشوط بشعارك يا عامر بن علي بن عامر المري، حيث يطلق الشلفة على المركز الأول بهذا الانطلاق المتميز وهي متحكمة بزمام الأمور على المركز الأول على الصدارة والمقدمة. ما شاء الله تبارك الله أداها مميز من البداية، بينما في المركز الثاني التقدم الحاضر بانطلاقة وتواجد هنا شرف حمد بن راشد بن ناصر اللخن الذي يطلق هذا الاسم على المركز الثاني ليقدم ويتواجد باسم شرف على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هنا شعار بن خيرات ياتينا ثالثا على ظهر العفريت سالم بن سهيل بن خيرات العامري الذي ياتينا بهذا الاسم على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا القادمة
جمهرة تحتل المركز الرابع. عبد الله بن حمد بن سعيد بن سالم الراشدي، الراشدي يصل ليطلق لنا جمهرة لتحتل المركز الرابع، بينما هناك شعار الصعب ياتينا بانطلاقته على ظهر ناصية محمد بن سلطان بن مرخان. الكتبي يقدم ناصية غادمة بشعارك، غادمة بشعارك يا ابو سلطان بتحديات هذا الشوط. وهنا الاسم القادم، الاسم المنطلق، الاسم الحاضر طموح، مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي. هنا يتقدم بن قطامي ليطلق هذا الاسم المميز. وهناك على الزاوية الاخرى على السياق الخارجي يتقدم ابو سعيد، يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ليتواجد باسم الشايبة. الشايبة قادمة، الشايبة يا هي أسماء، يا هذه الأسماء المنطلقة الحاضرة. إذا 3 كيلومترات متبقي عن النهاية، عن الفوز، عن الانتصار، عن التحدي بهذا الأداء الجميل. أشوف الشعار الاقتصادي وهنا نعم شعار الموسى، الشعار الهلالي يتقدم على ظهر نيوم موسى بن عبد العزيز الموسى قادما بكل قوة هنا بهذا الانطلاق. والشعار الاقتصادي كذلك قادم بانطلاقة مغيظة. سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا اسم مغيظة هنا بهذا الأداء المتميز. ولكن الصدارة مع الشلفة، الشلفة 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 تقود هذه الأسماء على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول على المقدمة والصدارة بشعارك يا عامر بن علي بن عامر المري أحد الأسماء القوية، حيث يطلق هذا الأداء الجميل على المركز الأول. أشوف المركز الثاني، الخطورة بانت هنا من الشايب لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، المهيري المجازف بن خيرات ثالثا بانطلاقة العفريت. سالم بن سهيل بن خيرات العامري الرابع، ناصية محمد بن سلطان بن مرخان المركز الخامس. هذه هي طموح متقدمة بهذا الأداء الممتاز. مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي يتقدم بهذا الأداء الرائع. هنا أشوف الاسم الذي يصل في هذه اللحظات جمهرة، عبد الله بن حمد بن سعيد الراشدي يقدم لنا الجمهرة. وكذلك الوصول، كذلك الوصول أيضا، الشعار الاقتصادي يصل مع مغيظة. سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، وأيضا أرى انتصار هنا قادمة. راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، الشامسي يتقدم بن مفتاح ليقدم لنا انتصار مع هذا الأداء الجميل. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، ياهو شوط أوطن يحمل هذه الأسماء القوية. ولكن الشلفة رغم الضغوط القادمة من الأسماء الأخرى إلا أن الشلفة صامدة بالمركز الأول على مقدمة الشوط وهي في الصدارة على المركز الأول. عامر بن علي بن عامر المري الصعب، الصعب بدأ بالدخول السريع ليقدم ناصية محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. الثالث هنا طموح، مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي الرابع تقدمت العبريت. سالم بن سهيل بن خيرات العامري بن مفتاح ياتينا بانطلاقة انتصار. راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. هنا اللحظات الأخيرة، الكيل الأخير، الغلاف القوي للكيلو المتر الأخير. هذا هو الكيلو المتر الأخير، المنافسة مع انطلاقة طموح، طموح 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 على المركز الأول على الصدارة والمقدمة. من يقدمها؟ مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي هنا ياتينا بهذا الأداء الجميل على الصدارة. بينما في المركز الثاني التقدم من ناصية محمد بن سلطان بن مرخان، الثالث العفريت سالم بن سهيل بن خيرات العامري، الرابع يا
سلام يا سلام يا هذه المعركة القوية مغيظة. سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري الرابع شعارك أو الخامس بن مفتاح. بن مفتاح قادم هنا مع انطلاقة انتصار راشد بن علي بن مفتاح، ولكن التحديات مع طموح. الله 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 اللحظات الأخيرة بانطلاقة طموح على المركز الأول مع شعارك يا بن قطامي، مع شعارك يؤكد الحضور الممتاز. سلام 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 على هذا الأداء الجميل الذي قدمته طموح مع شعار بن قطامي هنا على الصدارة. مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي، سلام سلام على هذا الأداء الذي قدمته طموح بالمركز الأول. المركز الثاني مغيظة سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، الثالث يذهب إلى تواجد. المركز الثالث يذهب إلى انطلاقة ووجود العفريت سالم بن سهيل بن خيرات العامري، بينما في المركز الرابع هناك يذهب إلى حضور ناصية محمد بن سلطان مرخان الكتبي. والمركز الخامس هنا بتواجد وحضور انتصار راشد بن علي مفتاح الشامسي، نعود بالتهنئة مباشرة إلى من انتصرت بالمركز الأول طموح مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي لتحقق الانتصار بهذا الأداء. تهانينا والناموس على هذا الفوز. 12 دقيقة 37 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما في المركز الثاني مغيظة لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري، حيث خذت المركز الثاني لتحتل مركز الوصافة. التوقيت 12 دقيقة 39 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا سعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. بينما في المركز الثالث سالم بن سهيل بن خيرات العامري ليقدم لنا انطلاقة العفريت بتوقيت الغدرة 12 دقيقة 39 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. المركز الرابع يذهب إلى ناصية محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، ننتظر التوقيت الزمني مع وجود ناصية 12 دقيقة 39 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. المركز الخامس يذهب إلى حضور وتواجد انتصار راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، التوقيت 12 دقيقة 40 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية، تهانينا.